سبب كان معمول يوم الأربعاء، يوم 4 يناير 2023. تعالوا نشوف فكرة السبق. هو فكرة السبق دي تقريبا أول مرة تعمل في دولة عربية حسب معلوماتي، وتقدر إن أنت تشوف المكتبين كلهم هم في نقطة البداية ورايحين لنقطة النهاية. فيبدأ من خريطة يوريها لك خريطة تفاعلية اللي بتحصل ثانية ثانية. ده دي الانطلاق بدأ هم تقريبا كلهم في نفس المسار حتى الآن، تقريبا وقف في النقطة دي، تقريبا تسديد في الوقود. كل واحدة من دول تقدر تمشي تعرف مين اللي بيسوق المركبات ديت. بدأ هم يرجعوا لنقطة السباق تاني. عجبتني فكرة الخرائط التفاعلية واللي تخليك متابع كل حاجة بتحصل في السباق. واسمه دكار دوت لايف وورلد. أتمنى الموقع يعجبك.